السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. اليوم لن نتحدث عن مشروعنا الذي نحن بصدد إعداد دورة حوله وكيفية إنشاء سوق إلكتروني خاص بنا. اليوم بعد مجموعة من التساؤلات التي طرحت علي عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر حسابي على الفيسبوك الخاص أو الإيميل الخاص بي، توصلنا حوالي حتى الآن 17 رسالة يسألون كيف يمكنني معرفة ثمن موقعي أو ثمن موقع أرغب باقتنائه من بعض الأشخاص حتى لا أقع محل نصب. نعم أخي أختي، ما عليك إلا الذهاب إلى موقع 7secret.com 7w7secretsearch.com. هذا الموقع يقوم بعمل إحصاءات حول الباك لينكس رانك، يقوم بجميع الأمور ويعطيك ثمن محدد للموقع الذي لا يجب عليه أن يعلو عليه. مثلا نقوم بوضع www.facebook.com مثلا نعرف ما هو ثمن الفيسبوك. الآن ما علينا إلا نعم facebook.com is route ثمنه لا أعرف هذا الرقم كبير جدا 4 ملايير دولار و416,531,408. نعم facebook.com has a global traffic ranking of 2 in the world. This site is estimated worth or used on and have a نعم كيف ماذا قام بإعطائنا ترافيك رابور ترافيك يونيك فيزيتور باج فيو أليكسا رانك جوجل باج رانك، كذلك يقوم بباك لينكس على جوجل بينغ أليكسا جوجل ياهو بينغ، كذلك جميع الأمور كما يعطيك لوكاليزاسيون دي سيرفر مكان تواجد انفورماسيون على معلومات حول السيرفر الاي بي الدولة مجموعة من الامور كذلك سجل فيه كذلك جميع المعلومات الخاصة بالموقع كذلك الدومينات. اخي اختي نشكركم على حسن تتبعكم. هذا كان عبارة عن درس مستعجل من اجل تلبية طلب مجموعة من الاخوان. لا تبخلوا علينا بزيارة موقعنا www.dorosweb.com، وكذلك لا تبخلوا علينا بالضغط على لايك او جيم على صفحتنا على فيسبوك من اجل متابعة جديد المدونة.